بتحبش الضوء. المواعيد امتى؟ احنا لسه موجودين في نفس الايام بتاعتنا لكن الساعة واحدة. هعمل لكم جدول بإذن الله بالمواعيد و هنزلها على الجروب. بس خليني اقول سبت تلات جمعة الساعة واحدة بالليل، سبت تلات جمعة الساعة واحدة بالليل. قعدت اشوف انهي اليمين والشمال، اليمين اللي بتاكلوا بيها، الشمال اللي ما بتاكلوش بيها، بس كده. لأن الأوكسينات هي مواد عضوية، الأوكسينات هي مواد عضوية. هو بيقول لي كل العبارات الآتية صحيحة عن الأوكسينات ما عدا، يعني عايز حاجة مش صح. طب إيه اللي مش صح؟ إن هي مركبات غير عضوية. ليه؟ أصل هي المفروض النبات ده كائن حي، يبقى بيفرز مواد عضوية. المواعيد إمتى؟ المواعيد سبت تلات جمعة الساعة واحدة، واحدة بالليل زي دلوقتي كده. مما يأتي يحدث لخلايا استطالة ونمو بدرجة أكبر بسبب ندرة الأوكسينات فيه. جانب الجذر البعيد عن الجاذبية هو اللي بينمو أكتر. طب إزاي؟ لو مثلا آدي نبات، والنبات ده مزروع بالمنظر ده، طيب آدي الجذر، المفروض الأوكسينات هتنزل لتحت. طيب آدي الأوكسينات، مين اللي هينمو أكتر، ده ولا ده؟ لا طبعا جانب الجذر البعيد، فبالتالي هينزل بالمنظر ده. نكمل. يحدث شيء لاني حطيت صفيحة مايكا، صفيحة المايكا دي ما بتعديش الاوكسينات او لا ينفذ منها الاوكسينات، فبالتالي مش هيحصل انتحاء. نكمل. انجليزي. لقيت الشات بالانجليزي فكتبت بالانجليزي. قطع بادرة شوفان أفقيا لعدة أيام في طبق، والطبق ده بيحتوي على قطن مبلل بالماء، يعني فيه مية. إيه اللي هيحصل؟ الجذر هينحني لأسفل والساق هيفضل مستقيم. ليه؟ لأن الساق لا يتأثر بالماء، ملوش أي علاقة بالمية.
الأوكسينات تعطل الخلايا عن النمو في الجذر، أي حاجة، أي حاجة في الجذر زيادة الأوكسينات فيها تثبط النمو على طول، لأن الأوكسينات اللي موجودة فيها اسمها أوكسينات مثبطة، إنما الأوكسينات اللي موجودة في الساق اسمها أوكسينات منشطة. نكمل. لا يحدث لها انتحاء. ليه؟ علشان في كمية متساوية من الضوء، وشرط الانتحاء الوحيد ان ما يكونش في كمية متساوية، لازم اي جانب من جوانب الساق او الجذر تتعرض للمؤثر بصورة اكبر من التانية. لازم تبين. مظبوط. أقل. النبات بوضع أفقي، يعني نيمته. النبات دلوقتي هيتأثر بإيه؟ بالجاذبية ولا الضوء ولا المية؟ لا طبعا هيتأثر بالجاذبية. أنا ما قلتلكش لا في مية ولا في ضوء. لما أقولك إن في مية أو ضوء تقدر إن أنت تختار كل ما سبق. طيب هنا السؤال بيقول: تختلف استجابة اللمس عن استجابة الانتحاء الضوئي في كلا مما يأتي ما عدا. طيب أولا اللمس والانتحاء هل بيتفقوا في السرعة؟ لا طبعا، اللمس أول ما بلبس النبات بلاقي النبات على طول الورق بتاعه تدلى. طيب الانتحاء الضوئي هل النبات هيحصل له انتحاء في ثانية؟ لأ طبعا، بياخد وقت، يبقى بيختلفوا في السرعة. بدي أول حاجة خرجها بره حساباتي. تاني حاجة الأعضاء المستجيبة، اللمس الأوراق هي اللي بتستجيب. طيب الانتحاء الضوئي لأ الساق كلها بتستجيب. طيب نوع المؤثر، طبعا بيختلفوا في نوع المؤثر، ده لمس وده ضوء. طيب هل بيتفقوا في حماية النبات؟ اه، أي حركة الإنسان أو النبات أو الحيوان بيعملها أو بيستجيب ليها علشان حمايته. أنا لما بحط إيدي على حاجة سخنة مثلا بعمل إيه؟ ببعد إيدي. ليه؟ علشان أحمي نفسي. طيب أنا ماشية في البيت مثلا ودست على دبوس،
ايه اللي هيحصل؟ هبعد رجلي. ليه؟ علشان بحمي نفسي. يبقى اي استجابة انا بحس بحاجة واعمل لها استجابة علشان احمي نفسي. طب النبات بيعمل ده؟ اه بيعمل ده. اي استجابة هو بيعملها علشان يحمي نفسه. طب يا مس، في الانتحاء الضوئي يحمي نفسه في ايه؟ ما هو انا عايز اروح للضوء، او النبات عايز يروح للضوء علشان ياخد الضوء ده ويعمل عملية بناء ضوئي، فبالتالي النبات ينمو، فبالتالي النبات يفضل عايش. طيب المية في الجذر، الجذر ليه بيروح للمية؟ علشان ياخد المية يقدر يعمل بيها عملية البناء الضوئي، وهكذا. يبقى أي حاجة النبات بيعملها علشان حماية نفسه، لكن بيختلفوا في السرعة والأعضاء المستجيبة ونوع المؤثر. طيب السؤال ده ازاي نفهمه؟ طيب بصوا، اولا ده كان نبات كان عامل كده. طيب هو عمل ليه كده؟ علشان في رياح جت، والرياح خلت النبات ينام بالمنظر ده او يميل بالمنظر ده. طيب فايه اللي حصل؟ الاوكسينات بقت في الجانب ده، اتأثرت طبعا بالجاذبية. طيب الاوكسينات بقت موجودة هنا. ايه اللي بيحصل بقى؟ انا الاوكسينات في الساق بقت كتيرة في الحتة دي، يعني الحتة دي النمو هيزيد فيها. طيب هتفضل تطول 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 تطول، فتبقى بالمنظر ده. يبقى النبات بقى عامل كده. يبقى الاول كان حاصل له ميل علشان في رياح اثرت عليه، فالنبات بقى عامل كده. طيب لما النبات بقى عامل كده، الاوكسينات اتراكمت بالمنظر ده. طب ايه اللي هيحصل؟ هلاقي بعد فتره ان النبات فضل ينمو 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 ينمو، ولقيته بقى راسي بالمنظر ده. يبقى نقرا السؤال: تسببت الرياح في ميل نبات ما، فنما الساق راسيا لاعلى نتيجه ايه؟ اولا هو حصل له ميل. طيب لقيت الساق طلعت لفوق، ليه؟ علشان تنشيط نمو خلايا السطح السفلي للساق. ليه؟ لان الاوكسينات نزلت لتحت، فبالتالي خلت الحتة دي يزيد النمو بتاعها. وصلت؟ تمام. اللي يخلي الطبقة السطحية إن هي بتتجدد باستمرار؟ أولا الخلايا دي خلايا ميتة. طيب هي بتتجدد إزاي؟ الخلايا الداخلية بتاعة البشرة هي اللي بتنقسم وتطلع خلايا فوق للطبقة السطحية، يبقى هي خلايا ميتة وغير قادرة على الانقسام، عشان كده على طول هي بتقع وبيحصل لها تجديد. نكمل. مظبوط.
نفصص السؤال ده. بيقول تناول عم إبراهيم وجبة غنية بالبروتين، يبقى عم إبراهيم كل بروتين. طيب بروتين، طيب أنا بكتب بالماوس، فخلينا بس نفهم الكلام إن إحنا كتبناه بس إن ده بروتين. طيب واليوم كان حر، طب كويس جدا الجو حر، فإنه يمكن وصف قبول عم إبراهيم بعد تناوله هذه الوجبة بإيه؟ بروتين يعني فيه يوريا كتير جدا. طيب والجو حر يعني إيه؟ الجو حر بالفهم بتاعكم المفروض الجو حر ده عم إبراهيم يحصل له إيه؟ ها بسرعة، عرق. مظبوط، عم إبراهيم يعرق كتير، يبقى فيه عرق. طيب مش العرق ده بيحتاج ان هو يخرج معاه ميه؟ اه طبعا لازم الميه، علشان الميه دي تقلل من درجة حرارة جسم عم إبراهيم، يبقى في ميه كتير خرجت في العرق. طيب لما عم إبراهيم يعمل بول، هل هيخرج ميه كتيرة؟ لا، هيخرج ميه قليلة. ليه؟ علشان في ميه كتير خرجت اصلا مع العرق، يبقى كمية البول هتكون قليلة، الكمية دي اللي هو كمية المية اللي موجودة في البول هتكون قليلة، لكن تركيز اليوريا اللي موجود في البول ده هيكون كتير جدا. ليه؟ أصل هو واكل وجبة بروتين أو وجبة غنية بالبروتين، البروتين ده يخرج له يوريا على طول. طب اليوريا دي هل هتخرج في مية كتير ولا مية قليلة؟ لا، هتخرج مع مية قليلة. ليه؟ علشان الجو كان حر، فبالتالي في مية خرجت مع العرق. فلازم ناخد السؤال ده ونفصصه زي ما انا فصصته كده، بروتين الجو حر وهكذا. نكمل. عند زيادة معدل الرطوبة في الهواء من 20، يعني كان الرطوبة 20 تمام وبقت 40، يعني زادت ايه؟ زادت الضعف. طيب النتح، المفروض النتح بيقل لما الرطوبة تزيد. طيب دلوقتي الرطوبة زادت للضعف، يبقى النتح يحصل له ايه؟ يقل للنص. تاني، دلوقتي الرطوبة زادت الضعف، طيب النتح بيحصل له ايه لو الرطوبة زادت؟ بيقل. رطوبة تزيد، نتح يقل. طب انا زودت الرطوبة للضعف، ايه اللي يحصل للنتح؟ يتقل للنص او يقل للنص. مظبوط، هي مش هيكون فيها مية كتير. ليه؟ عشان هي اسمها غرف هوائية، يعني فيها هواء، فيها أكسجين، فأكيد الهواء أو الأكسجين اللي موجود في الغرف الهوائية هتكون أكتر من المية.
اللي يحدث بها أعلى معدل نتح. أولا الإلوديا ده نبات مائي، يعني النتح عنده زيرو، قاعد في المية أصلا يعمل نتح ليه؟ التين الشوكي والصبار دول نباتات صحراوية، فهم مش بيكونوا عايزين يفقدوا المية، فبالتالي مش بيحصل عندهم نتح. طيب مين أعلى واحد فيهم بيحصل له النتح؟ الفول، نبات عادي جدا. ما يلي لا يتم إخراجه عن ثغور الأوراق، الثغر العادي مش بيخرج أملاح، ليه؟ علشان مية النتح مية نقية ما فيهاش أي حاجة، إنما الثغر المائي بيطلع أملاح معدنية عادي جدا، لأن المية بتاعته مش نقية، فيها مية وفيها أملاح. بيتعرض للشمس بينتج أو بيصنع فيتامين اسمه فيتامين دي. خلصنا الحصة بتاعت النهاردة، خلينا أقول الأوائل: مروان الشاهد، سهام، زياد، بعد كده دكتور طارق علام، مريم، عمرو، عبد الرحمن، رقية، ميرنا، محمد سلطان، مصطفى عصام، أحمد حرفوش، محمود، منى عادل، وسهام، وآية، وندى إبراهيم، ومريم، وفاطمة ماهر، ويارا السيد، ونورهان أعتقد أو نوران، عبد الحميد أحمد، وشيماء، ومحمد حمدي، ورغدة، وعبده، وكده أول 25. هقول 26 عشان أنا شايفاها، ونور عرفة.